يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشاهد على أسوار مقبرة النسيم وداخل المقبرة كتابة الرحمة على الجدار، وكذلك تلوين الأحجار بالألوان بالأخضر والأزرق، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيراً. مروا على المقابر ولاحظوا ما فيها من المحدثات وما فيها، واكتبوا للمسؤولين، اكتبوا للمسؤولين، للهيئة، هيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، لدار الإفتاء، ارفعوا ما تلاحظونه مما يحدث في القبور من كتابات وأصباغ وغير ذلك. نعم.